بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 33 بعد 100 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سننه الحديث 31 بعد 300. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والمغفرة هي الستر عن فعل الذنب بالحفظ أو العصمة، أو الستر عن العقوبة بعد فعل الذنب لمن فعله. فالمغفرة هي ستر العقوبة، عقوبة الذنب لمن فعله، أو ستر فعل الذنب للمحفوظ أو المعصوم. أما الرحمة فهو إسباغ الفضل. يبقى المغفرة تمنع العقوبة، والرحمة إسباغ الفضل، فليس فيها تكرار. يعني ما لم يحدث، يبقى الملائكة تفضل ايه، تدعو للي جالس في المصلى كما نحن الآن الحمد لله، تقول هذا الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث يعني ينتقد وضوءه، او يحدث شيء مسيء للأدب، جلبة، صوت مرتفع، او فتنة في المسجد، او شيء من هذا، ولكن يتملي الحدث يصرف إلى ناقد الوضوء في الغالب العام، لأن ناقد الوضوء يخرج فيه رائحة كريهة، والملائكة تنصرف من الرائحة الكريهة. فقال رجل من حضر موت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات، يعني ريح تخرج من الدبر، إن كانت بلا صوت تسمى فساء، وإن كانت بصوت تسمى ضرات، تكون غالبا مصحوبة برائحة كريهة تأنف منها الملائكة فتنصرف. قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، حسن صحيح. فكلما استزدت من الجلوس في المسجد استزدت من دعاء الملائكة، ودعاؤهم مستجاب، فهذه رحمة كبيرة. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. والخمرة هو ما يغطي الأرض لموضع الجبهة والسجود، وأحيانا يزيد شوية يبقى الموضع الكفين والجبهة، يسموها الخمرة، عشان توضع كفيك على حاجة سترة كده، وكذلك جبهتك، دي يسموها الخمرة. والنبي كان له خمرة يسجد عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا زادت وإيه وصارت تحت المصلي كاملا، يعني يقف عليها ويسجد عليها ويضع يديه عليها كالمصلى التي نحن نصلي عليها الآن، فتسمى إيه؟ تسمى بساط أو حصير، يسموها بساط أو حصير. كويس. كان بعض السلف الصالح يرى أن السجود على الأرض مباشرة فيه تواضع، فكان يستحب أن يسجد ويضع جبهته على التراب، حتى أنه حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يفرش الخمرة ويضع عليها تراب يسجد عليه، من باب تهذيب النفس،
والتواضع. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بغير وضع تراب، فهذا على سبيل الجواز، وأن تركها لا يكون من باب التواضع إلا إذا كان الإنسان يجد في نفسه أنه في هذه الحالة يكون أقرب إيه من، لكن النبي فعلها وتكون هي ليست من باب التكبر أو ليست من باب التأفف عن العبادة أو شيء من هذا، ولكنها جائزة. وبذلك أجمعت الأمة على فرش المساجد بعد ذلك. الأمة كلها الوقت بجميع أنحاء الأرض يضعون بسط في المساجد ويسجدون عليه، وسجاد، ويضعوا موكت، ويضعوا حصير قبل ما كانوا يصنعوا الموكت. فإيه دل على أن الأمر جائز وفيه إجماع عملي. وبالتالي انقرض الجيل اللي كان بعض الصحابة كانوا يحبوا يصلوا على الأرض، زي سيدنا الزبير بن العوام، كان كثير من الصحابة كانوا يحبوا لما يصلوا يشيل أي حاجة كده ويضع الرجل يعني وجهه على الأرض مباشرة. ولكن بعد انقضاء هذا الجيل صار إيه الأمر فيه شبه إجماع عملي، وفيه دليل من الشرع الشريف من الأحاديث النبوية الشريفة في البخاري وفي الترمذي وفي أبي داود وغيره، أن النبي كانت له خمرة يصلي عليها، وكان أحيانا يجلس عليها. وحديث الفأرة التي جاءت بشعلة من نار فحرقت موضع درهم من إيه من خمرة النبي التي كان يجلس عليه، حديث معروف. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الفأرة تأتي وأنتم نيام فتفعل بكم ذلك فتحرقكم، فاطفئوا السراج قبل النوم. كان سببه حكاية إيه حرق الخمر، كنا قرأنا هذا من قبل. دل على أن النبي كان يجلس أيضا على بساط. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. فكل ما غطى شيء يسموه إيه خمار. فخمرة يعني إيه تغطي الأرض موضع السجود. والخمر لأنه يغطي العقل يسموه إيه خمرة. فكل ما يغطي العقل أيضا يسموه خمر بالإسكار يعني. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. شوف قال لك بعض أهل العلم ليه؟ لأن كان بعض الصحابة يرى أنه من باب التواضع، وأن النبي فعلها من باب الجواز وليس من باب الأفضل. يعني كان الصحابة يقولون النبي فعل ذلك لبيان جواز فعل هذا الأمر وليس الأفضل. الأفضل أنك أنت تباشر الأرض بجبهتك من باب التواضع في العبادة، فاهم؟ لكن بعد ذلك انقضى هذا الأمر، فصار الآن يقول به كل أهل العلم وليس بعض أهل العلم. وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. قصير قلت لك يا إما على قدر الوجه أو على قدر الوجه والكفين، خصوصا لو كنت بتصلي في أرض تكون الحرارة فيها شديدة لا تستطيع أن تمكن جبهتك من الأرض من شدة حرارتها، فتحتاج أن تضع ساتر، وأيضا ليديك تضع ساترا لك. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. إذا كثرت الخمرة دي كبرت شوية يسموها حصير بقى، يعني بقى واقف عليها وساجد عليها كمان، يعني كبرت شوية يسموها بقى حصير. وإذا كبرت شملت عدد كبير من المصلين يسموها بساط. فهمت ازاي؟ كل ده ايه أسماء لمعنى تغطية الأرض لتصلي على غطائه. فهمت بقى دي المعنى. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال: وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة. وإحنا كنا قلنا حديث سيدنا أنس لما كان سيدنا رسول الله بيزور أم سليم، وكان عندها ابنها اللي كان عنده نغير وكان مات، فاكرينه؟ فدخل النبي قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟
ثم جاء سيدنا انس بايه؟ بقطعه حصير قديمه ونضحها بالماء وصلى النبي عليها. عارفين الحديث ده كله وقريناه في كثير من كتب السنه، واخد بالك؟ فكل ده يدل على ايه؟ على ان النبي فعل ذلك ايضا. قال: وفي الباب عن انس والمغيره بن شعبه قال ابو عيسى: وحديث ابي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، الا ان قوما من اهل العلم اختاروا الصلاه على الارض استحبابا وجعلوا فعل النبي هذا لبيان الجواز. فهم؟ وابو سفيان اسمه طلحه بن نافع. باب ما جاء في الصلاه على البسط. البسط بقى اللي هي سجاده تشمل عدد كبير من المصلين. فهمت بقى؟ ده اسمه البساط. وعن ابي قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبه عن ابي التياح الضباعي قال: سمعت انس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى ان كان يقول لاخي لي صغير: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير لطائر اسمه النغر، بيبقى ايه؟ بيسموه احنا المصريين البلبل. البلبل اللي هو تلاقي منقاره ملون، وتلاقيه بيحطوه الوقت كده ايه في اقفاص ويحطوه زينه في البيت، طيور زينه يعني. فايه ده كان اسمه ايه؟ إيه النغير، تصغير النغر. لانه كان بيلعب بيه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يداعبه ويقول له هذا. واخذ العلماء من كلمه يا ابا عمير ما فعل النغير ايه اكثر من 70 باب من الفقه. وقال له حتى انهم يعني ايه؟ جعلوا هذا الحديث موضع بحث، وجعلوه يعني ايه؟ الفوا فيه كثير من المؤلفات، منها جواز تكنيه الصبي، ومنها مداعبه الصبي ليست من خوارم المروءه، ومنها اللعب بالطائر الحي دون ايذاء له انها جائزه، وغير ذلك الكثير الكثير من الاحكام ايه الفقهيه، وبيان شفقه النبي ورحمته بالصغير والكبير صلى الله عليه واله وسلم، وغير ذلك من الاحكام. قال: ونضح بساط لنا. نضح بساط لنا يعني البساط اللي بيبقى من حصير لما يطول به اللبس يكون جاف، وجفاف هذا يؤدي الى ايذاء الواقف عليه او الساجد عليه. فنضحوه بالماء ليه؟ ليرطبوه حتى يلين فيستطيعوا ان يسجدوا عليه. ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى: حديث انس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاه على البساط والتنفصه. التنفصه او التنفصه بكسر الطاء والفاء وضمهما، لغتان صحيحتان، وهي السجاده الوقت اللي احنا بنقول عليها السجاده. ومن بعدهم لم يروا بالصلاه على البساط والتنفصه بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسم أبي التياح يزيد بن حميد. باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. والحيطان جمع حائط، والحائط هو البستان. والبستان الذي يكون فيه شجر مزروع وأرض فضاء بين الشجر، كل ده يسموه إيه؟ بستان. وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود: يعني البساتين. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. أو حديث ضعيف أهو بيستدل بيه على حكم، يبقى ليس كل ضعيف مرفوض. فاهم؟ دي نقطة مهمة تاخد بالك منها، لأنها تخالف ثقافة العصر التي أشعها الوهابية والسلفية بقيادة الألباني. الألباني هو أول من إيه قال لك الحديث الضعيف ما ناخدش بيه، ومشي وراه على طول. خالف السلف الصالح. أو ابن الإمام الترمذي هو من السلف الصالح، جايب حديث وعارف انه ضعيف وبيستدل بيه على احكام. يبقى ليس كل ضعيف مرفوض. الضعيف الذي يوافق ما هو اصح منه، او الذي لا يخالف ما ثبت في الشرع الشريف، يمكن الاخذ به.
او الذي يحقق مقاصد الشرع الشريف يمكن الاخذ به حتى في الاحكام، فضلا عن انه يؤخذ به ايه في الفضائل وفي المناقب وفي السير وفي المغازي وغير ذلك. قد ضعفه، والحسن بن ابي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تبرس، وابو الطفيل اسمه عامر بن واثله. باب ما جاء في سترة المصلي. والسترة للمصلي هي التي يضعها أمامه ليصلي إليها، سترة المصلي، يعني المصلي إذا أراد أن يصلي في الفضاء عليه أن يتخذ سترة، فيضع متاعه مثلا أمامه بقدر سجوده فيصلي. والنبي كانت له عنزة وهي قطعة خشب في آخرها قطعة معدن، كان يغرسها في الأرض إذا أراد أن يصلي في السفر، أثناء السفر في البرية وغير ذلك. فالمسلم عليه أن يتخذ سترة، لماذا؟ حتى لا يمنع غيره أن يسير، لأن السائر إذا سار أمام المصلي ورأى السترة لم يرتكب خطأ، فبالتالي يزيل الحرج من الناس أن تسير وهو يصلي، فيمتنع عن السير في موضع سجوده فقط ويسير خلف الستر. والستر سنة مؤكدة للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. أما المأموم فسترته سترة إمامه، أو أن إمامه نفسه هو سترته، واضح؟ وبالتالي يجوز المرور بين الصفوف للمأمومين، لأن سترتهم هو إمامهم أو سترة إمامهم، قولان يعني. هل الإمام هو سترة الصفوف ولا سترة الإمام سترة لكل الصفوف؟ خلاف، والحقيقة لا ينبني عليها كثير يعني أعمال. يبقى اتخاذ السترة ده أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد اقترب من المحراب. الوقت تلاقي إيه في المساجد كتير يترك نص المسجد ويصلي ويترك المحراب، يعمل كده في الصيف وفي الشتاء يطلع كده، ما ينفعش يعني، هذا مخالف للسنة. وإن كان كده الفعل ده صحيح لكنه مخالف للسنة. السنة أن النبي كان محرابه يصلي فيه صيفا وشتاء، وكان يقترب من الجدار فلا يضيع مساحة المسجد، فمساحة المسجد يملأها المسلمون للصلاة، فإن لم يكونوا بشر فيملأها مسلم الجن والملائكة، وبالتالي لا تضيق عدد الحضور في الصلاة. فإحنا ننصح ذلك الأئمة أنهم يتركوا هذه العادة السخيفة، ان هو يبتعد عن المحراب مسافه طويله ويبتدا الصفوف من منتصف المسجد. يعني هذه العاده لم يرد فيها دليل واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدعه غريبه تخالف اداب الصلاه. باب ما جاء في ستره المصلي. والستره تكون على قدر ايه؟ يعني حوالي ذراعين كده، يعني بقدر ايه موضع سجوده. كانوا يقولوا عليها ممر شاه زمان. فكل انسان بيضع الستر على قدر موضع سجوده. فان لم يكن يبقى يقترب من ايه؟ من اعمده المسجد. يعني يصلي الى عمود المسجد. سواري المسجد كانوا يتخذها الصحابه سترة ويصلوا اليها. يبقى اعمده المساجد دي برضو لها فائده. دلوقتي كتير من المهندسين يعمل لك مساجد يعني بغير أعمدة. أولا دي تكلفة كبيرة جدا في البناء، لأن علشان يعمل مسجد بغير أعمدة معناه التأسيس والمسلح هيبقى أضعاف ما لو كان هناك أعمدة، ويتكلفوا الأموال الطائلة ويمنع العمل. إن الأعمدة بتؤدي وظيفة في المسجد، وهي أنها بتبقى سترة للناس تصلي إليها، وبعدين تستند إليها أيضا أثناء مثلا سماع خطبة أو الجلوس أو شيء من هذا، فبتؤدي وظائف. فمش عارف ليه يعني إيه اللي يمضي المهندسين والمسلمين بقوا يتخذوا الأعمدة عدو لهم في المساجد، مش عارف إيه السبب. فالحكاية بسيطة يعني. النبي كان في مسجده سواري، وكان الصحابة تتخذ هذه السواري إيه سترة لها تصلي إليها، فلا بأس يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مؤخرة الرحل، الرحل هو ما يوضع على ظهر الجمل ليركب عليه الركب، بيبقى مؤخرته في عصاية مرتفعة قدر ثلثي ذراع يستند بها الراكب، أو يمسكها أثناء النزول أو الطلوع، أو يسند عليها ظهره أثناء الركوب أو شيء من هذا. دي يسموها مؤخرة الرحل، حوالي تلتين ذراع، أشوف ذراع يعني مثلا بتاع 30 سم حاجة كده. فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. يبقى السترة سنة مؤكدة للإمام والمنفرد، واضح؟ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، أي في موضع سجوده، يكره كراهة شديدة تكاد تكون من الكبائر أن يمر بين يدي المصلي إماما كان أو منفردا في موضع سجوده. كويس. وقالوا هذه الكراهة تثبت لمن اتخذ سترة أو صلى في غير موضع مرور الناس، أما إن صلى في ممر المسجد فتسقط الحرمة، يبقى الحرمة عليه هو إنه اتخذ المكان غير مناسب، يعني يجي في مدخل الجامع ويقعد يصلي، طب الناس عايزة تطلع وتخرج تعمل إيه؟ لا، يدخلوا بقى، يدخلوا ما يهمهمش بقى، ويبقى هو اللي خلطان. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لو صلى في موضع مرور الناس سقطت حرمة المرور بين يديه. كذلك إذا لم يتخذ ستر يسقط حرمة المرور بين يديه، ويبقى مكروه، بس يبقى مكروه. لكن لو اتخذ ستر وعمل احتياطاته وجيت انت مررت انت ابتعلت حرام، لكن هو لم يتخذ ستر فمر أمامه يبقى مكروه فقط. اللي خلاها كراها ايه؟ ان هو مقصر لم يتخذ ستر. ويسقط حرمة المرور بين يدي المصلي مطلقا في مكان الطواف، في ممر الطواف، حتى لا يمنع الطواف حول الكعبة. كويس. وبعض العلماء قال لك في كل مكان مزدحم، إذا زاد الزحام شدة شديدة فيسقط حرمة المرور بين يدي المصلي، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمثلا المسجد النبوي الشريف دلوقتي ساعات يبقى فيه زحام شديد، لو هتيجي تقف علشان تستنى ده يخلص هيقف وراك صف طويل تتدافع الناس يمكن يوقعوك، فهتبقى صعبه. فهمت ازاي؟ فاذا ضاق الامر اتسع، اذا كان في زحام شديد وتدافع يبقى ساعتها مر حتى ولو كان متخذ ستر. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، يعني لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: وحديث أبي جهيم
حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. يعني ولو مر بقى إنسان بين يديك لا يقطع إيه صلاتك، يعني لا يبطلها، لا يبطلها. ويسن أن تدفعه بيدك، تدفعه بيدك يعني تنبهه تمنعه. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يبطلها شيء بالمرور بين يدي المصلي. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف الفضل على أتان، كانوا في منى أيام التشريق، كنت رديف الفضل أخو الكبير، الفضل ده أخو سيدنا عبد الله بن عباس الكبير، كويس؟ رديفه يعني راكب خلفه. كنت رديف الفضل على أتان، والأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار. يبقى ما يقول لك إيه اذكر مؤنث حمار، ما تقولش حمارة، تقول أتان، فاهم؟ قال: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنن، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف، يعني مشيوا بين الصفوف وإيه ووصلوا الصفوف. ليه؟ يبقى دل على أن المرور بين يدي المصلي إن كان مأموما لا يضر، أو فعل سيدنا وما منعوش الصحابة. قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم، والأتان كمان بقت ماشية بين الصفوف، تقيت تتمشي بين صفوف المصلين ولم تقطع عنهم الصلاة. فهمت ازاي؟ ما قالوش ان كده ايه الصلاة بطلت يعني. يبقى هم كرجال مروا بين الصفوف، يبقى مرور الرجل لا يقدر، والأتان الحمار مرت بين يدي الصفوف لم تقطع الصلاة، يبقى لا يقطع الصلاة شيء إنسان أو حيوان يعني. قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم، والمقصود هنا بين أيدي المصلين المأمومين وليس الإمام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي ومالك وابو حنيفة. لكن احمد بن حنبل عنده مشكلة في الكلب، قال لك الكلب يقطع الصلاة خصوصا الاسود، الا الاسود. والظاهرية عندهم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. الظاهرية خدوا بظاهر الحديث الثاني ايه ومذهبهم كده، يقطع الصلاة يعني يبطلها، كويس؟ يبقى احنا عندنا تقريبا 3 مذاهب تقريبا، وان كان ايه من حيث التفصيل اكتر، لان العلماء فصلوا فيها كثير، انه لا يقطعها شيء اذا مرت امرأة او حمار او او رجل او حيوان، سواء كان هذا الحيوان كلب او حتى خنزير، كل ده لا يقطع الصلاة. ده الجمهور. الإمام أحمد بن حنبل قال لك إيه؟ قال لك الكلب بس هو اللي يقطعها، خصوصا لو كان أسود وفي قلب شيء في المرأة والحمار، وإحنا زلنا من قلبه الشيء ده بحديث الأتان اللي مر، خلاص ما بقاش في قلبه شيء. بعض العلماء قال لك لو كانت المرأة حائضا تقطع الصلاة، وإن كانت غير حائض لا تقطع الصلاة، وهذا يعني يعني إيه؟ تفصيل بلا دليل. فهمت؟ يعني سواء اذا قلنا تقطع المرأة الصلاة يبقى تقطع حائض او غير حائض،
لان حيضتها ليست في مشيتها، فهمت ازاي؟ فهو تقييد بغير دليل يعني. لكن وردت مثل هذه الاقوال عن بعض العلماء، لكن اللي عليه الجمهور انه لا يقطع الصلاه شيء. واضح؟ حتى ستنا عائشه كانت معترضه، تقول اجعلتمونا مع الحمار والكلب، لما سمعت حديث يقطع المرأة الصلاة المرأة والحمار والإيه والكلب، فقالت إيه؟ بئسما فعلتم، أجعلتمونا مع الحمار والكلب. وسيدتنا عائشة كانت تنام معترضة أمام النبي، كان يصلي فما فيهاش حاجة يعني، ويعترض بكده، قالت كنت أنا بنام معترضة كالجنازة أمام النبي وهو يصلي. فهمت إزاي؟ فاللي قاله الظاهرية قال لك آه، ما لو كانت نايمة معلش، لكن لو تمر لا. تناقض، فهمت؟ تناقض. يبقى ربما يقطع يعني الخشوع، لان ربما الانسان لو امراه عدت يقعد يبص لها كده بقى وهو بيصلي، فربما تقطع الخشوع مثلا، لكن لا تصل الى حد البطلان. فهمت؟ ادي المساله. ممكن تنقط تفيد انها تنكس الاماكن، مكان السجود نفسه او مكان، هي ماشيه بتنقط يعني، ممكن يعني تروح لسباك يمنع الضمير. لا ما فيش امراه حق يعني شفناها كده ماشيه بتنقط يعني، ما شفناش خلاص، بيحطوا حفاضات وبيحطوا حاجات وتبقى ماشيه نظيفه ما فيهاش حاجه. فهمت ازاي؟ باب ما جاء انه لا يقطع الصلاه الا الكلب والحمار والمراه. وده اللي خد بيه مين؟ الظاهريه، خدوا بظاهر الحديث كده وقالوا يقطعها يعني يبطلها. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس ابن عبيد ومنصور بن زادان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى الرجل وليس بين يديه كاخره الرحل او كواسطه الرحل قطع صلاته الكلب الاسود والمراه والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. يعني الشيطان لما يحب يتمثل في صورة كلب يأتي في صورة كلب أسود يعني. قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم ابن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إليه زي الظاهرية زي ما قلت، قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وإحنا قلنا أن يخرج من الحمار والمرأة بحديث إيه سيدنا عبد الله بن عباس الأتان كانت تمر، والمرأة قول ستنا عائشة كنت أصلي معترض، إما اتحلت المشكلة. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. وزي ما قلت لك في التفاصيل بعضهم قال لك لو المرأة حائض تقطع ولو غير حائض لا تقطع، وكل دي تفاصيل تقرأها والعمل على خلافه. دي معلومات فقط تعرفها كده ثقافة، لكن العمل على خلافه والحمد لله على ذلك. علشان ما يجيش بقى واحد إيه يطلع لنا مفكر ويقول لك تقطع الصلاة المرأة، وبعدين تطلع بعد كده ان الاسلام ضد المرأة ويعملوها قضية بقى ويعملوا بقى فوتوشوب وشغلانة بقى وقنوات ويقعدوا ويطعنوا في البخاري عشان في حديث، مش في صحفيين بيعملوا كده. ليست المسألة ليست بهذه الخطورة يعني، دي امور فرعية بسيطة قابلة للمناقشة بهدوء وبلا عصبية وبلا تشهير، والامر سهل والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.